من جازان موفد الإخبارية زميل خالد الجناحي. خالد أهلا بك، ما مدى تأثير القذائف التي سقطت خالد في الخوبة صباح اليوم؟ حياك الله سالم. إذا كنت تسألني عن القذائف التي سقطت على الخوبة، هي كسابقاتها طبعا القذائف التي سقطت لم تؤدي إلى أي إضرار بالأنفس البشرية ولله الحمد. الهدنة تم خرقها من قبل الحوثي باعتدائه على جازان وعلى نجران، لكن موقف القوات العسكرية وموقف الدولة السعودية وقوات التحالف هو ضبط النفس كما قرأت أنت في الخبر قبل قليل. لا يوجد اعتبار لأن الهدنة انتهت، لا تزال قوات التحالف تعتبر أن الهدنة سارية من جانبها. بالنسبة للمقذوفات على الخوبة وهي القريبة من الحد في جيزان أو إحدى المناطق القريبة من الحد، لم تؤثر، لم تؤدي إلى أي أضرار. حتى التي سقطت صباح يوم أمس ويوم أمس الأول كانت محدودة الأثر، وسبحان الله من المعلومات التي عرفت بها هنا من قبل المسؤولين أن المقذوفات تسقط فاشلة، تسقط في أراضي لا يوجد، لا يعني لا, لا ليست مأهولة لا بالسكان، وهي تعبر بدلالة واضحة عن يأس هذا المعتدي وعن عشوائيته وعن يعني عدم لا مشكلة لديه بأن يعني يقصف مدنيين هو، وهذه بالمناسبة تصنف من جرائم الحرب حسب يعني القوانين الدولية. نعم خالد، أثناء يعني مرورك بالمناطق المأهولة بالسكان وتواجدك على الحدود، كيف ترى أوضاع المواطنين، خصوصا أن هناك إشاعات تتردد من يتهجم بقوله أن هناك نزوح سكاني وإلى آخره؟ موضوع النزوح لو كان هناك داعي للنزوح لن تتردد الأجهزة المعنية، الأجهزة الحكومية بإعلان النزوح، والنزوح له إجراءات، والمملكة العربية السعودية في كل قطاعاتها حتى غير العسكرية لديها إجراءات سلامة تقدمها على أي اعتبارات أخرى. الحفاظ على النفس البشرية، الحفاظ على ممتلكات الناس هي في مقدمة كل الأولويات. بشكل عام خالد، الحياة طبيعية؟ الحمد لله الحياة طبيعية، وأنا الآن أقف في واحد من قطاعات الحد الجنوبي في جازان هنا، وخلفي ربما يظهر قائد كتيبة الدبابات، لا توجد أي أمور مقلقة والحالة آمنة بفضل الله.